مرحبا. الجامع بين الجنة والجحيم هو حرف الجيم. ضيفتنا جنة الحروف جنة عدنان أحمد عزت، مرحبا بك. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا. المثنى ولا مثنى للخيل بعده، مثنى العبيدي. أهلا وسهلا. شرف. قلنا الخيل ها؟ آه قلنا الخيل. طيب جنة، حرف الجيم هل تشعرين بتميز له عن بقية الحروف؟ أكيد، لأن فيه اسم الجنة، ولما كنت صغيرة لما بدأت بالخط كان والدي الله يرحمه يختار لي كل الآيات اللي بيها كلمة جنة أو الجنة، فهذا كان نوع من الترغيب لي في بداياتي في الخط العربي. جنات تجري من تحتها الأنهار، أنسب الخطوط لها؟ خط الثلث. خط الثلث توافق مثلا العبيد؟ والله هو خط الثلث هو يليق بالكل، لأنه خط الثلث خصوصا الجلي هو ملك الخطوط. وبالمناسبة هاي الآية بالذات كتبها أغلب الأساتذة الخطاطين من الجيل العثماني وما بعد الجيل العثماني، فمشهورة جدا التركيبات مالتهم بهذا النص: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. نعم، الجلي مأخوذة من الوضوح، مأخوذة مثل كالإناء الذي يوضع فيه الماء، فالجلي مثل الجلي يعني المتماسك، الخط جلي الثلث اللي هو متشبك مع بعض. نعم. يكون في قارورة واحدة كلها وليس مفتوح. وجلو صدى قلبي بفيض محبة يا خير من أزدى العطاء وأنعمه. أستاذ مثنى. نعم. قالت هي الجلي. نعم. ثوب الرياء يشف عما تحته. نعم. وإذا التحفت به فأنك عاري. نعم. الشفافية في الخط، إيش تقصد شفافية؟ يعني تقصد الحبر كتولز كتكنيك؟ أكو طبعا كثير من الخطاطين استخدموا الحبر الشفاف يبين لهم مسار القصبة، يعني من يكتب الخطاط مسار القصبة تبين أنه هل كتب هذه العمل اللوحة بأكثر من ضربة واحدة ولا معاد فوق الحرف. وهذا أهل الخط يعرفوا أنه مرات تلاقي جزء من الحرف يكون غامق والجزء الآخر يكون شفاف، يبدي الحبر يقل من القصبة، فشوي شوي يصير التدريج بالقصب. وهاي جمالية عالية جدا، لأنه هاي توضح أنه الخطاط كتب هذا الحرف بنفس واحد بدون تصحيح. فهي هاي. أما شفافية خطأ نأخذها من الجانب الروحي، فأنا الصور هو الخط هو يعني مرآة الروح، لأنه إذا كان الإنسان جميل راح يكتب كتابة جميلة. نعم، جنة حرف الجيم هل تشعرين بتناغم معه حين تكتبين؟ أكيد أكيد. يعني شخصيتي ومصهورة مع اسمي واللي الحمد لله أحبه، وخصوصا بأنه والدي الله يرحمه اسمه عدنان، فدائما اللي أقول اللي ينسى اسمي أقول جنات عدن. نعم. تجري من تحتها الأنهار. نعم. فجنة عدنان جنات عدن، فأحبه كثير، ولما أكتبه أكتبه بمحبة وب يعني أكو فد كيمستري بيني وبين الاسم. الكيمستري تخصصك كيمياء. نعم، تخصص. نعم. الكيمياء. حرف الجيم. نعم. شو شكل بالنسبة لك؟ الجيم هو بخط الثلث يسمى بتاج الحروف، ويعتبر يعني كثير من الخطأ يعتبره هو الحرف الأصعب، لأنه هناك شكلي من الجيم، هناك جيم اللي يسمى تاج الحروف هو جيم الملفوف، وهو من الحروف الصعبة جدا، والخطاطين من تعلموا يتغزلون به يعني إلى آخر عمرهم، ويظل تحدي أن يكتب الجيم بطريقة جميلة أم لا، لأنه حرف صعب. فتلاقي عندما يوجد في النص حرف جيم أو حاء يكون حريص الخطاط على أن يكتب بشكل تاج الحروف اللي هو الجيم الملفوف، ويكرر عدة مرات حتى ينطي توازن للوحة. فالجيم مهم جدا. يا بنتي انصفينا، أنا هو ميم ميم مثنى وأنا اسمي على الميم، انصفينا أين تضعين الميم؟ بالنسبة لي مثلا الحروف وبالذات حرف الميم، بالنسبة لي الحروف هي كل حرف هو مقام من مقامات الموسيقى، فحرف الميم بالنسبة لي مقام الرست اللي هو الثقيل الوزن، يعني خصوصا قاعدة الميم لما تنكتب لحالها يعني مو أي خطاط يقدر يقعدها بالقاعدة الصحيحة، فهي صعبة، هي صعبة. الجيم جهارقة ممكن؟ ممكن الجيم جهارقة ممكن يصير،
والميم بصفة أنه هو أكثر الحروف أشكالا، يعني بأكثر من شكل، فيمكن الشخصيات اللي بحرف الميم هم متنوعين أو ممكن متشكلين بأكثر. نعم، هي ميال النهاوند صح؟ نعم نعم نعم. فحرف الواو أنا أعتبره من النهاوند، لأنه حرف الواو هو أقرب الحروف إلى قلبي، ونغم النهاوند هو أقرب الأنغام إلى قلبي. نعم. خلينا الناس مقامات، من تضعين في المقام الأول عالميا من الخطاطات؟ من الخطاطات أختي فرح عدنان أحمد عزت، جنة الموصلية. نعم. هل هناك رغبة للاحتفاظ بهذا اللقب حتى آخر العمر؟ أكيد، بس أضيف إليها أم الشهيد. أم الشهيد. نعم نعم. أسأل عن حرف الشين. نعم. الشين أين تضعه؟ حرف الشين، الشين أحس الأصل ما له هو سين. يعني هو ليس يعني أتصور بأصل، هو سين ومركب عليه نقاط، فالذي يتقن السين يتقن الشين، بس الشين وحده هو يمثل سين. أنا أشوفه يعني. نعم. صحيح. شين شراكة. أنت تشركين كلتا اليدين في الخط. نعم. ميرور إيمج. نعم نعم. طيب أنت بالأصل؟ أنا بالأصل يسراوية. يسراوية. نعم. إيه كثير من العظماء من الخطاطين. نعم. الخطاطين منه يسراوي. مثل مشهور جدا أسعد اليساري، وسمي بأسعد اليساري لأنه نسبة كان يكتب بالسماء. الذي أسس الفارسي، خط الفارسي أو خط التعليق، هذا المسمى الأصلي له هو خط التعليق، بالمدرسة العثمانية، وأسس ونظر لأسس التعليق العثماني. نعم. أقول لك جوليانا جولي إسراوية. شابلن، شابلن، نيتشا. نعم. أقول معايا بيتهوفن، ليوناردو، نابليون، فأنت محظوظة. أي طبعا طبعا. ومنذ الصغر، فبعدين لما والدي اكتشف بأنه أنا إسراوية، فكان يقول العلم في الصغر كالنقش على الحجر، فقال لي اتعلمي بإيدي اليمين من أنت طفلة حتى كلا اليدين تكون بنفس القوة. وكانت بالنسبة لنا بوقتها بالنسبة لي كانت صعبة جدا، بس جنيت ثمرتها الآن لما كبرت وأستطيع أن أكتب بالإيدين بسهولة، خصوصا اللوحات المتعاكسة. الجزء اليمين أكتبه باليمين والجزء اليسار أكتبه بإيدي اليسار. بس أعتقد تأكلين باليسار؟ أي أنا يسراوية. أي. بس الخط باليمين يسار. نعم. إذن الجزء الفص الدماغ الأيمن هو مسؤول عن الجهة اليسرى. نعم. فأنت محظوظة بالحالتين. نعم. فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا. نعم. الإيمج ميرر. نعم. هي بالتركي مثنى؟ بالتركي تسمى اللوحات، تسمى باللوحات المثنى المتعاكسة. بالعراق احنا نسميها المتعاكسة، الأتراك يسموها المثنى، اللوحات المثنى، والقديمة يسموها أينلي، الوجهين يعني ذات وجهين، الميرر. بالموصل يسمون الصورة عكس من زمان، حتى عندنا بسامرة يسموها عكس بالصورة الشمسية. ايه. نعم. منو عكسك أنت؟ أنا منو عكسي؟ الخط جلي ثلث. عشان يقولون بالموصل محبتك في قلبي صورتك في عبي، صح؟ كيف تقول خلينا نحكم إسلاوي؟ ما أفهم. لا لا. تقول خلينا نحكم إسلاوي. حملت بين متاع السفر حقائب حوت خزانة الدهر من لطائف وبدائع من صنع الشمال واليمين من فيض ذلك الخزين. جنة على سفر للتحاور وعرض ذلك السفر، الخط كموج البحر فيه تلاوين وتضاريس تلامس ذرى النفس وتوافق خلجات الروح. على شفاه القصبة حاء حسين ولدها الشهيد في جامع النور. ما هو شعورك وانت في الطائرة من نيوزيلند إلى أربيل إلى عمان؟ شعور جميل جدا، خصوصا صار لي سنوات كثيرة كثيرة ما جاي العراق وما جاي العمان، يعني صار أكثر من 20 سنة أنا ما جاي العمان، فكان شعوري جدا رائع
وخصوصا الافتتاحية اللي حضرناها بالكتاب مالتك، فكان حسيت نفسي بأنه أنا في البيئة التي تليق بي. وأحد الأصدقاء المقربين قالوا لي نيوزيلندا قتلتك. فعلا الغربة 25 سنة في نيوزيلندا ما حسيت بأنه لي قيمة في الخط العربي وهذه الأشياء، لأن كلها مصدرة إلى الدول العربية الإنتاجات والأعمال مالتي، بينما أنا فيزيائيا عايشة في نيوزيلندا. فلما البارحة حضرت عندكم حسيت أنا في بيئتي، إحساس جميل جدا كان. نعم جميل. هي عاتبة علي على شيء ما أعرف. نعم. على الغلاف الكتاب. نعم. حضرتك أيضا. أي خطاط تشوفه كتاب أول شيء يقرأ العنوان، فإذا كان فونت لحاسبة يضايق لأنه يقول يجب أن يكون خط أتصور، وخصوصا كتابك يعني يجب أن يكون مخطوط يعني أتصور. زين خطي لي على الهواء أطراف الحديث بأي أي خط. إيه بخط الثلث أخط لك يا هاي يمين يسار ما عندي إشكال. بالهوى سهلة. ثلث أيضا؟ أكيد ثلث طبعا. وما تحيد عنا مثلني؟ لا هو الثلث أنا أكتب كل الخطوط، بس الثلث له عشق خاص لأنه هو الأصعب، هو المضمار اللي يعني تبين به البراعة وتبين به الموهبة وتبين به الخيال، ممكن كل خيالك خصوصا بالثلث الجيل يعني، فهو المساحة الأكبر بالفن اللي ممكن تحقق به. نعم هو دخول خطاطة جنة إلى هذا المعترك الصعب، دخول أنثى صعب. أتحدث عن الليونة واليبوسة، وين تجدين الليونة بالخط؟ من أنا طفلة قبل ما أتعلم الكتابة والقراءة عجبتني ليونة خط جلي الثلث، فهو ذوق أكثر من ما هو يعني يابس أو لين. أنا يعجبني اللين جدا، اللين يعكس الشخصية القوية الصليبة، أنا هذا باعتقادي الشخصي، بدليل بأنه خط الثلث اللين صقل شخصيتي وذهب أو من تذهيب الشخصية هو خط الثلث. إذا كان لدي شخصية قوية جاءت من سيوف خط الثلث. نعم أستاذ مثنى حضرتك أخبر مني كتاب الوحي كان يكتبون بالخط اللين المصحف صح؟ لا هو كتبة الوحي كتبوا بخط السماء بالمدني أو الحجازي، بالمرحلة الأولى كان خط المدني أو الحجازي المائل، وثم تطور إلى الخط المدني أو الحجازي المستقيم، ثم تطور إلى الخط الكوفي. ويابس واللين لا يعتبر بالخط. الخطوط اللين هذا مصطلح أطلق على القواعد اللي وضعوها البغداديين، اللي الخطوط اللي هي قلم أقلام الريحان وأقلام اليوم صارت المحقق والريحان، اليوم صارت النسخ والثلث، هذه مصطلح على الخطوط اللينة. أما بالقرن الأول والقرن الثاني يعني كانت الخطوط أغلبها هو المدني والمدني أو الحجازي، بعدين تحولت إلى الخط الكوفي والذي لا يعتبر لينا، وإن كتب بالقصبة يعني وإن فيه انحناءات بس لا يسمى بالخط اللين. الخطوط اللينة هي كل الخطوط ما عدا الخط الكوفي ومشتقاته. نعم كان جنة بينك وبينه حوار، قلت لي أكو هنا ضعف، أشرت على مواضع. الآن لو نعيد اللقطة نفسها وين تعتقدين ضعفك وين؟ في الربط مثلا الألف مع الحرف اللي بعده يعني، فشي يعني كلش بسيط يعني أشياء ربما قد أكون لأنه أنا أكتبها باليمين، بس من أكتبها باليسار ما يصير عندي هذا الضعف. طيب هل من المعقول أن واحد يدل واحد على أخطاءه أو ضعفه؟ أتصور ما نقول إحنا يعني ضعفه، هو الفن خبرات تراكمية ومواهب، فمن الممكن واحد يتعلم من الآخر، فإذا شاف أكو مناطق الفنان يعرفها يرى بعينه أنه هذه ضعيفة، فقد يستشهد بشخص يحسبه أكثر خبرة فيقول له وين الخلل هنا، فنبدي نشرح على تكنيك زوايا القلم المخفية في داخل الحرف. وهو هذا يعني جوانب لا يدركها إلا أهل التخصص بالفن، يعني يعرف من يسأل عنها يعرف أنه أكو إشكالية بهذا المكان، بس قد لا يعرف حل هذه الإشكالية، فيجي ممكن شخص يقول له الإشكالية هنا بالزاوية أو بالسماكة بزاوية ميل القصبة أو حتى تكون أجمل، لأنه إحنا ديدنا هو الجمال، نصل لأجمل نسب ذهبية. نعم بعد أي يعني بعد أي ضعف تجاوزتي ومنحتي الإجازة؟ الإجازة أنا
منحت إياها لما كان عمري 10 سنين من حامد الأمدي في تركيا وسيد إبراهيم الله يرحمهم في القاهرة. من هذاك الوقت يعني لما أخذنا هاي الإجازات أنا وأختي فرح وكان عمري 10 سنين هذاك الوقت حسينا بأنه الثقة بالنفس، بداية الثقة بالنفس حتى ننطلق ونستمر في الكتابة والخطوط. أهم شيء الثقة بالنفس، الإجازة اللي حصلنا عليها. وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، الذكر يبقى زمانا بعد صانعه، وخالد الذكر بالإحسان مقرونا. السيف تحت القلم هو في صنعته مجود ملم، مهما على شأنه فإنه إن كان يقظا أو في الحلم يقدم أستاذه عباس بغدادي لما له عليه من فيض النعم. حفزتها على أن تأخذ إجازة من عباس بغدادي اللي منحك؟ نعم نعم. هل تعتقد أنه الطريق سهل؟ والله البغدادي هو من 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 أصعب الخطاطين منحا للإجازة، يعني لا يجامل وعدني يعني إن شاء الله. يعني والبغدادي يعني طبعا أختي جنة يعني خطاطة عظيمة وخطاطة ممتازة، فأتصور البغدادي لنا بخل بالإجازة، بس لازم هو المرجع فيها. بس هو البغدادي صعب جدا بمسألة الإجازة لأنه له مقاييس يعني صارمة، هو مو من النوع الذي يشجع، إذا ما يشوف شخص يستحق إلا ينطي، وأنا أتصور هي تستحق بجدارة. خايفة جنة من الموضوع إذا تقدمت لعباس بغدادي؟ لا هو وعدني، بس الـ الـ الإشكال اللي صار بأنه استشهاد حسين ابني فهو اللي أخر الموضوع، بس هو كان الوعد موجود وكنت على وشك، بس صارت هذه ويعني صرت في مواقف أخرى لنقول غيرت مساري أنا في أو أوضاعي بصورة عامة تغيرت، بحيث حتى توقفت حاليا عن الخطوة. هذا لا يعني بأني سأتوقف دائميا، بس أحتاج وقت. نعم. الأخ مثنى دائما يخط بيده على بالهواء تسويه أنت؟ هم كنا صغار هسه بطلنا. أي يعني هاي أطراف الألف، أطراف الألف والفاء، هاي أطراف، بعدين الحديث لنقول الألف مثل الخط الجلي، ال ح دي وتنربط مع بعض الحديث. شنو شعورك لما تسمعين الموسيقى البرنامج؟ الدم تنزل دمعتي دائما ما نتفرج على برنامجك دائما. يعني أنا أريد تخط لي ونشغلك موسيقى البرنامج. خط لي بيديك، شلون تخط أطراف الحديث؟ خطها بأي خط يعني على الهواء. على الهواء على الهواء، هاي ترى ترجعنا يعني يعني عموما الألف هذا الترويس ماله، وهذا راح ننزل 7 نقاط، وهاي أطراف هنا فرق قلم، هذا يصير بعدين هاي تنزل، هذا الجزء يصير رسم بإصبع واحد، بعدين هنا هذا الألف الثاني، بعدين هذا الفاء، رح يصير شكل أقرب للبيضوي. حلو. أنتم لما رفعتوا أصابعكم أنا شفتكم مثل عازفين البيانو صح؟ العود. العود، أنت عازفة عود صح؟ يعني مع نفسي يعني، مو يعني على السمع وليس على دراسة النوتة. حلو. على السمع. حلو، خلينا في الموضوع اللي صار. ولما أنتم اختارتوا هاي القاعدة بتخطيط ولا صدفة؟ لا احنا المخرج قال لنا اقعدوا هيك، فاحنا قعدنا هيك بصراحه استمعنا كلام. بس اتصور اصابعنا بالكتابه كانت مو هو الاصبعين، احنا دائما نشير الخطاط للاصبعين، نشير الى انه القصبه هي قلم ذو نقطتين وليس ذو نقطه واحده، لانه عاده الاقلام العاديه تكون نقطه واحده فنكتب بهذا الشكل. فالخطاطه تقول لك اكتب لي بالهواء راح يسوي هيك، هذا تمثل زاويه القصبه حتى يسوي البعد بالضبط. فلذلك احنا استخدم ومن استخدمت انا قلم واحد اقصد به رسم يرسم بطرف القصبه، لذلك رفعت الاصبع الثاني، فهو اقرب للموسيقى اتصور، يعني اللي شوفنا هيك يعني اما يقول مجانين اما يقول هم موسيقيين. طيب
تشريحيا شنو ميزة إيديكم عن إيدينا؟ ارفع إيديكم بالله. يعني ما شنو يعني شنو ميزة إيديكم عن إيدينا؟ والله أنا ما أشوف أي ميزة. أنا ما أرى أي ميزة. أتصور أطول شوية تكون. ما أعرف ما أدري ما منتبه. الأصابع طويلة. ما بصراحة ما منتبه على الخطاطين أصدقائي وأنه إيديهم أصابعهم طويلة أو قصيرة. بس أنا ما أشوف بها فرق. هي العلة مو بالأصابع ترى أبدا. بالرأس. هي بالرأس والقلب. هي أداة تنفيذ. أداة تنفيذ يعني ممكن واحد تلاقي إيده يعني كبيرة وبشعة بس تلاقي أجمل الأشياء تطلع من عنده. أي بس تشريحيا جنة الدماغ في الصين يعني أنت لما تشتغلين وين تحسين إن الشغل شوي يصير؟ أثناء ما أكتب في نفس الوقت اليمين هو الأصل بما أنه أنا يسراوية فتصير أركز على اليمين ما أركز على اليسار لأنه اليسار قوية جدا أركز على اليمين فاليسار تقوم تقلد اليمين بالضبط مثل ما تكتب اليمين فالاتجاه العيني تكون على اليمين وليس على اليسار لأنه اليسار هي الأصل أنا يسراوية فهالشكل وهذه تقوم تقلدها يعني copy paste يعني نسخ ولصق هالشكل وهي بنت 10 سنين نالت إجازة في الخط لأنها تخط بكلتا اليدين النساء الشول نادرات لكنها نالت جميل التعضيد وسمعت من أباطرة الخط جميل القول إن الله يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجل والتنعل تعليقك؟ مفهوم ديني يعني احنا ورثناه صور سمعناه أنه اليمين مبارك والشمال هو غير مبارك وفيها رمزية تصور صارت بمسألة أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وفيها رمزية صارت يؤتى كتابة بيمينه ويؤتى كتابة بشماله بس هنا الصور احنا مختلفين تماما هنا نعم. البركة كلها اليمين والشمال هي أدوات نستخدمها بالفن بس المصطلح عن وجهة نظري الموروث الديني عندنا أنه قال لنا اليمين هو مبارك والشمال هو غير مبارك هذا اللي نعرفه يعني هو من الأسرار هي قرأت لك بالنهاوان شيء من الحاقة صح؟ أي. اللي فيها الآية 19 نعم حافظها ولا أنطيك إياها؟ يعني حافظها تقصد فمن أوتي كتابه بيميني أستعين بال نعم. بالمناسبة يعني المشاهدين يطلبون حلقة خاصة عن قراءتك القرآنية فأنت تجيد الخط أنا أجيد الخط يعني أنا شغلتي الخط بس أنا درست قراءات يعني درست هو مجاز بقراءة حفص يعني بس هاي من باب يعني عشق القرآن بأوجهها بس أنا احترافي هو بالخط يعني نعم هل يجوز الكيمياء هل يجوز أن تبدأ بالنهاوند؟ هو طبعا يجوز المدارس تختلف يعني مثل المدرسة العراقية يبدأ بالنهاوند عادي أنا مذهبي مشربي أحب القراءة المصرية القراءة المصرية تبدأ يبدأون بمنهج بمقام البيات ومن ثم ينتقل للرسم ثم يتنوع بالمقامات ثم يختم بالبيات القراءة العراقية فيها حرية أكبر أنه يبدأ بأي مقام يرى مناسب يعني أطلبي جنة منا أن يبدأ بمقام أنت تختاري الرست نبدأ بالقرآن بالرست ممكن طبعا أنت تفضل بالبيات صح المنهج يعني بس ماكو مشكلة نبدأ بالرست إن شاء الله أو البيات نفس الشيء عندي لأناتهم نفس الشيء عندي كيفكم أنتوا إيش تحبون البيات أي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم هاؤم اقرأوا كتابيه
إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية فهو في عيشة راضية في جنة قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية صدق الله العظيم. صدق الله. بارك الله فيك. فيكم إن شاء الله. جنة رحت وين؟ رحت فهو في عيشة راضية على الشهيد حسين العمري. الله يرحمه الله يرحمه. يعني أتى كتابه بيمينه. أنا أحزني هو أي مقام أنت ختمت؟ إحنا ختمنا بالبيات بدأنا بالبيات. وانتقلنا للرست. وقرينا حجاز وختمنا بالبيات يعني تشكيلة. نعم. إذن الخط اللي يناسب البيات شنو هسه بالنسبة للآية هاي بسورة الحاقة؟ عفوا هاي أتذكر أنا قريتها سورة الحاقة في يوم كتب كتابي. هي هاي السورة تقرأتيها؟ اي صوتك؟ جوتوها اي بصوتي لما كان عمري 17 سنة لما كتب كتابي. طيب كلش قريبة إلي هاي الآية. جنة ممكن بصوتك لا تخافي من مثلنا العبيدي. لا إذا حضر الماء بطل التيمم. الله يخليك ويحفظك. طيب من أكثر خطاط أهمية منك؟ الخطاطين المعاصرين ولا الـ 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 الشباب يعني مثنى العبيدي. الله يخليك يا أختي. يعني أقوله مو بس قدامه من ورانه وقلتها سابقا وقبل ما ألتقي به. الله يحفظك. طيب مثنى منو أكثر منك أهمية؟ أنا عفوا استغفر الله يعني ما هو الفن واسع يعني يعني صعب جدا التسمية بالفن. أنا بالنسبة لي أنا أجمل خط أشوفه خط العباس البغدادي أستاذي. أما يعني ماكو فردانية بالفن، الفن واسع جدا يعني والله سبحانه وتعالى يعني ينزل الجمال على أيادي كل الفنانين، كل فنان يمثل جزء من الجمال.
أنا ضد هذا السؤال إنه من هو الأهم يعني. بس أنا قلت من الشباب. إيه بس عباس البغدادي وعما يوسف ذنون. إيه بس من الشباب بالنسبة لي المتربع. دائما تقول عما يوسف. إيه. تقصد يوسف ذنون. إيه. هو التقى بيك أو التقيت بينه. إيه. صفي لي مشاعر اللقاء بيوسف. مشاعر رائعة جدا يعني تذكرني بابا الله يرحمه لأنه بابا هو اختاره. الأستاذ يكون لبدايتنا في الخط العربي ولو كان أكو أستاذ قبله اللي هو علمنا مسكة القلم كان الأستاذ حازم عزمجيد كان صديق والدي الله يرحمه فهو اللي علمنا مسكة القصبة فلا أنكر وجوده أبدا وبدايات خط الرقعة بعدين لما والدي اكتشف بأنه أنا قادرة على وكنت أحب خط الثلث فابتدينا بعما يوسف ذنون كانت البداية. آية بنتي بنتك آية حازم العمري هل هي ميالة للخط العربي؟ ميالة له كجمال واللوحات مالتي تقدر تقراها أو تفك طلاسمها إذا كانت بجلي الثلث اثنينهم هي وأخوها الشهيد يقدرون على هالشيء. نعم بس أنا شفتها في منصة تتكلم الإنجليزية بيرفكت. أي بطلاقة وباللهجة النيوزيلندية نعم ولكن أنا الحمد لله حاولت بأنه يستمرون على اللغة العربية والقواعد وقراءة القرآن وربيتهم على المساجد فعدهم اللغة العربية أقوى من الإنجليزية. أنت شفتها شقد قوية بالإنجليزية ولكن لغتها هي وأخوها الشهيد بالعربية قوية جدا والحمد لله. وفي ريعان الحداثة وعنفوان الصبا غرد فوق أعالي فضاء الورق منتشيا بموسيقى القصبة. الخطوط عنده منحنيات وسهول ثم ذرا وربا. مثنى العبيد العائد من لوكسمبورغ هل الحرف العربي يعاني غربة في أوروبا؟ هو يعاني غربة في المنطقة العربية يعني فكيف بالمناطق الغربية يعني يعني احنا الحرف العربي هو يعني بصراحة اليوم موروثنا الفني هو الحرف العربي موروثنا كأمة إسلامية حتى ما نقول كأمة عربية. النظرة العامة على الخط أنه نظرة مهنية وليست نظرة فنية وفي حين هو أبو الفنون والأصل بالفنون لأنه في كل في تجريد في النسب في يعني الحرف قابل للتجسيد بأي شكل ممكن قابل يكون نحت قابل يكون نصب قابل أن يكون لوحة تجريدية قابل أن يكون رسم قابل أن يكون لوحة كلاسيكية تكتب النص القرآني. هناك بالغرب هم متعطشين يحفون يعرفون أنه أصل الفن العربي والإسلامي هو الحرف والزخرفة هذا أساسهم فيتمتعون من يشوفون هاي الأشياء. بس أنا أقول إحنا هنا أيضا الناس نظرتهم للخط أغلبها نظرة حرفية وليست ومهنية وليست نظرة فنية لقصر يعني ما أعرف من المتسبب بهذا بس أتصور هنا يجب أن يكون حركة أقوى بفن الخط الناس تتثقف على فكرة اللوحة الخطية لأنه أغلب الناس اللوحة الخطية ما يعرفها يتصور اللوحة الخطية الخط هو فس ممكن يختصر في عنوان أو يختصر في حين هو فن عظيم جدا ومتشعب يعني فمهم هم يتمتعون بالفن الإسلامي. أنا اللي حاولت مو بس هناك بأي مكان أروح بيه أنه أشوف كل أوجه الحرف العربي الكلاسيكية من ناحية تدوين نص وحاول أشوف الجانب التجريدي أنه الحرف واحدة جميل حتى إذا ما عنا أي معنى وجانب حتى النحتي فممكن الحرف يتجسد بشكل نحت مو حتى ممكن يجرد نفس الحرف ويصير فهم تمتعوا بهذه التجارب برا أكثر من جهة يعني هو الصور حتى هنا أنا تمتعوا فيه هذا وجهة نظري يعني اللي. نعم جنة هل يعاني الحرف العربي غربة في نيوزيلند؟ جدا جدا غربة يعني غربة قاتلة يعني أتذكر لما يدخلون بيتي الناس الأغراب يقولون حلو بس too much يعني كثير يعني عيونهم متعودة على البساطة يعني مثلا لوحة
بسيطة، بينما أنا بيتي يعني مثل معرض، فالمعرض عندنا مثلا في بيوتنا إذا لوحاتنا معلقة من أجمل ما يكون يصير البيت، بينما عندهم لا، يعني لوحة بسيطة، رسمة خفيفة أو أي شيء، فلنقل غربة قاتلة. إذا أنت محروم من كلمة واو. نعم. بالغربة؟ نعم. طيب ما هي معلوماتك عن نيوزيلندا؟ والله معلومات قليلة، أنا أعرفها هي بآخر الدنيا يعني. هاي معلوماتي، بس أعرف أنه بيها طبيعة حلوة، اللي هيك أسمع أنا ما زايرها سابقا، بس أعرف أنه بعيدة جدا. نعم، أنا أعرف أن نيوزيلندا أول بلد في العالم يحتفل بالعام الميلاد الجديد، صح؟ نعم، أول بلد تشرق، ويقال بأنه مسجد النور اللي استشهد بين الشهداء هو اللي أول الشمس اللي تشرق علينا من مدينة كرايست تشيرش. إذن ما لا نعرفه عن نيوزيلندا تعرفه جنة. البلد المراعي الخضراء، والبلد زراعي وليس صناعي وليس نفطي، عايش على الزراعة، جميل جدا، بس بارد شوية، يعني بصورة عامة بارد وليس دافي. المدينة اللي احنا ساكنين بيها الصدف يسموها الجاردن سيتي، المدينة الخضراء اللي تذكرني بأم الربيعين الموصل، فنفس الشيء يعني تشبهها، لهذا اخترنا مدينة كرايست تشيرش أسميها أم الربيعين. المكان يتسع لأكثر من شخص، من تتمنين أن يكون إلى جانبك؟ بابا الله يرحمه، بابا. أنطينا فكرة عن الوالد عدنان أحمد عزت، كان خطاطا؟ لا، متذوق للفن، وكان حتى قبل ما احنا نكون خطاطات أنا وفرح كان يقتني لوحات حامد الأمدي، فكان دائما ببيتنا، فلهذا السبب يعني، ولو مو هو وإصراره على أن أكتب باليمين وتشجيعه وسفراتنا إلى تركيا، سفراتنا إلى القاهرة، ما كان أنا وصلت إلى هذا اللي وصلت له، فكلش أشتاق إلى والدي الله يرحمه بهكذا جلسات. مثلا العبيدي، اختر أحدا إلى جانبك. يعني من 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 نفس التخصص الخط؟ مفتوحة. مفتوحة. يعني أنا أتمنى أكون دائما، أتمنى أنه الأستاذ البغدادي يكون موجود. الله. لأنه قعدته حلوة وجميلة وإثراء، يعتبر إثراء. أتمنى إن شاء الله نشوفها إن شاء الله. أود أن أعرب عن عظيم سعادتي أني التقيت جنة، وأثني على مثنى ولا مثنى للخط بعده. الله يخليك، هذه كلمة كبيرة، وأنا سعيد أنه شفت أختي جنة هنا بالأردن، ولقائك الطيب هذا. شكرا. ودائما نلتقي لنرتقي، انتظرونا.